اعتزنية الدخلة. الطريق تتضمن 16 منشأة فنية يجري توطين 11 منها بالنفوذ الترابي لجهة قلمي ودنور. قناطر عملاقة تنجز بمعايير ومواصفات عالية الجودة. حافظ محضر وعبد الرحيم حشي. 11 منشأة فنية يتضمنها الطريق السريع تزنيت الداخلة تتواصل عمليات إنجازها بالنفوذ الترابي لجهة قليميم ودنون، من جملتها هذه القنطرة على وادي بويسافن بقليميم التي تمتد على طول 395 مترا. منشأة فنية يخضع إنجازها لمواصفات ومعايير دقيقة وعالية الجودة وبتصاميم تعكس الطابع المبتكر لهذا المشروع المهيكل الذي كان ثمرة نموذج التنموي للأقاليم الجنوبية. الجهة عندها 11 منشأة فنية تعرف بتنوع كبير من حيث التقنيات المستعملة فيها. هناك قناطر من فئة ديال بيتون بون ابوتر اون بيتون ارمي، كذلك هناك القناطر بوندال، وكذلك قناطر بون ابوتر اون بيتون بري كونترين. بالنسبة للقناطر فالطول ديالها يتراوح ما بين 53 متر و 460 متر، كذلك هاد القناطر كتعرف علو يتراوح ما بين 6 أمتار إلى 28 متر. تقدم الأشغال بمختلف المنشآت الفنية على تراب جهة قليمي مودرون تجاوز 85% رغم الصعوبات التي شابت عملية الإنجاز الناجمة عن صعوبة التضاريس والصلبة العالية للتربة التي تم تجاوزها بفضل حنكة الأطر والكفاءة المغربية الصاهرة على تنفيذ هذا المشروع. بالنسبة للخصائص ديال الجهة فالمقاطع تعتبر من أصعب المقاطع، لا من ناحية التضاريس اللي كتعرف بالوعورة ديالها، كذلك بالنسبة لقيود الإنجاز خاصة في أشغال الحفر عن طريق المتفجرات اللي كاين فيها قيود كثيرة جدا، كذلك بالنسبة للندرة ديال بعض المواد وكذلك المياه المستعملة في الأشغال. اضطرينا نستعملوا طرق في البناء مبتكرة وحديثة كالطرق ديال ليكوفراج غرامبون. بالنسبة للعاملين في الورش فكل الشركات هي شركات مغربية، وكذلك الأطر اللي كيتبعوا الأشغال هما أطر مغربية وكفاءات عالية جدا. 292 كيلومترا طول الطريق السريع على مستوى جهة قليمي مودرون، من أصل 1055 كيلومترا طول هذا الطريق الممتد من تزنيت إلى الداخلة. طريقنا سيحقق نقلة نوعية لمسار النماء والتطور بالجهة.